الحقائق فيما حدث في ميدان التحرير مساء امس واليوم، وفي مجموعه من اعضاء اللجنه موجودين في ميدان التحرير بيسالوا الشهود العيان على ما تم وما حدث ومن المتسبب في الاحداث ومن المخطئ، وهل قوات الشرطه افرطت استخدام القوه ضد المتظاهرين، وهل المتظاهرين لهم اسباب سياسيه ام كانت المساله عباره عن عنف ورد فعل من الطرفين لا علاقه له باهداف سياسيه مطلقا. دي بنبحثها الان، واحنا اللجنه صورت فيديو عن الاحداث كامل لمده ما يقرب من ساعه على ما اعتقد، وهننزله، ممكن يديكم نسخه منه تنزله على موقع النقابه. طيب امتى لما يجهز ولا ان شاء الله؟ تمام ماشي. شكرا استاذ.